بات الفرج قريبا وأصبح العسر يسر. هذه المساجد قد فتحت وجرى تعقيمها واتخذت جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية. عقمنا ولله الحمد أكثر من 250 جامع ومسجد بمحافظة حفر باطن والمراكز والقرى التابعة لها ولله الحمد. وبدايتنا حوالي 13 يوم أو 14 يوم، والحمد لله انتهينا من الجميع هذا اليوم. احنا طال عمرك نعقم أي شيء في المسجد ملموس، يعني مثلا أزرار المكيفات، الكراسي اللي تستخدم، الأفياش اللي يعني يكون فيها استخدام دايم، مثلا المذياع تبع الإمام، الأبواب اللي تفتح، طبعا الأبواب الخارجية الداخلية، هذه كلها نعقمها بحيث أنه لا سمح الله لو فيه أي فيروسات أو أي أمراض معديات نقضي عليها إن شاء الله بإذن الله. الشوق والحنين لكل ناحية من نواحي المسجد، شعور لا تخطئه الأرواح المحبة لبيوت الله. صراحة يعني شعور ما يوصف، هذه خدمة نخدم فيها يعني بيوت الله وعمل خير وبشر الفضيل، هذا يعني شعور ما يوصف. وإحنا عشان نتمنى بعد أنها ترجع المساجد وتفتح ونرجع لبين يدينا الله. جامع الأميرة سارة بنت عبد العزيز بالسعيرة في جاهزية تامة لاستقبال المصلين من الرجال والنساء. للإخبارية طارق المسهود، السعيرة.